باردرا يلعب كورة، الكورة ممتازة جدا، يهرب لويس، يهرب سواريز وحاط الكورة جول. 1-0 أخيرا لويساتو، أخيرا يا إنريكي، إيجا حاسبني، إيجا حاسبني وشد السيف وقابلني في شهر فبراير. كيف سيكون هذا العملاق الرائع الكبير لويساتو؟ سواريز والجول، رجعت له السعادة، رجعت له البسمة، رجعت له الثقة. لويس سواريز يسجل الهدف الأول، والجالية العربية المكثفة هنا في قبرص تساند لويس، أول أهدافه في المباراة وفي البطولة. هنا الكرة للشانس، مراوغة فنية كبيرة، لمسة فنية ساحرة، باس ودخول وتعملك من الجواني، هدف ملعوب، كرة جميلة على طريقة أهدافه في الأنفيلد رود. يغالط الحارس باردو ويسجل للأهداف، تغيرت النتيجة بصفة طبيعية. ما هو باردرا يلعب كرة، الكرة ممتازة جدا، يهرب لويس، يهرب سواريز وحسقت ميسي جدار نيقوسيا في قبرص. يمشي ليون الميسي، كرة ممتازة الأرجنتيني، ميسي كرة خطيرة، ترجع كرة رافينا، رافينا يسدد الكرة والهدف من ميسي. الهدف التاريخي من ليونيل، الهدف التاريخي من ليونيل، ليونيل ميسي يكتب التاريخ، الهدف رقم 72، الهدف رقم 72 في الدقيقة 37، 30 ثانية في زمن الشوط الأول، يكتب التاريخ في نيقوسيا عن طريق الأرجنتينو ليونيل ميسي في هدفه 72، سكليك الريكورد ومبروك عليه 10,000 يورو، ما تخلفش الوعد يا الأرجنتيني. هنا الكرة، هنا رافينا، وهنا ميسي يحط ساقيه، يحط ساقيه ويسجل الهدف، يسجل الهدف باليمين. بيليا خافيير حتى الكرة وسط الميدان، تمشي لويس سواريز، هو الدفاع موجود، التغطية من وسط الميدان، فينسيوس، هو فينسيوس مش قادر يمشي، وميسي والهدف الثالث، الهدف الثالث، الترسيرو من ماكسيمو جولياتور، البيو جراندي جولياتور، أكبر هداف في التاريخ. ماني قلت لكم مينيموم ميسي سيضيف هدف ثاني اليوم لرصيده، والهدف الثالث لبرشلونة، دوبليتا دي ميسي وجول دي سواريز وثلاثة للبرسا، ومازال الخير قدام. هنا صورة جول، وهنا صورة اقتناص كرة، هنا كرة باس ميسي وحده بلمسة فنية، كرة فنية يعرف سرها كان صاحب القدم السحرية الأرجنتيني ليونيل. ليو جول، ليو كنترول، ليو مهارة، ليو والقائم البوتو والشبكة والثاني.